تبدأ النهاردة فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية برعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي تحت عنوان التأسيس للجمهورية الجديدة، رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي. وبيشهد المؤتمر عقد 5 جلسات، من أهمها جلسة عن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي كركيزة أساسية للانتقال للجمهورية الجديدة. إذا لمزيد من التفاصيل معايا عبر زوم زميلنا علي عامر من مقر انعقاد الفعاليات، نحاول نعرف منه مزيد من التفاصيل. علي، بصبح عليك ومنور الدنيا كلها. مرحبا بك هشام وبكل السادة المشاهدين. يعني احنا نقدر نقول ان احنا اعتدنا دايما نكون موجودين في مؤتمرات الاهرام اللي مختلفة، يعني هي في اكثر من مجال، واحنا النهاردة بنتكلم عن الاقتصاد الرقمي. يعني ده النسخة الاولى للمؤتمر اللي بيتكلم عن التأسيس للجمهورية الجديدة ورؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي. اكثر من مجال بتهتم به مؤسسة الاهرام، ومنها النهاردة الاقتصاد الرقمي. ويعني في أكتر من محور، بس كله بيصب في نقطة واحدة، وهو الدفع الإلكتروني أو التعامل أو خلق مجتمع لا نقدي، وده من خلال عدد من المحاور هيتم تناولهم من خلال 4 جلسات، بالإضافة طبعا لجلسة ختامية اللي هيتم من خلالها إعلان التوصيات. بدأ بالفعل المؤتمر من دقائق، كان الجلسة الافتتاحية بحضور طبعا الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والأستاذ عبد المحسن سلامة وعدد من خبراء والمختصين في الاقتصاد ورؤساء البنوك وكمان شركات الدفع الإلكتروني. الجميع موجود لبحث أهم نقطة إحنا موجودين فيها دلوقتي، وأهم يعني موضوع إحنا موجودين لمناقشته حاليا، هو الدفع النقدي وخلق مجتمع الدفع الإلكتروني وخلق مجتمع لا نقدي من خلال عدد من المحاور. طبعا المحور الأول هنتكلم عن الدفع أو التحول الرقمي كركيزة أساسية للتحول أو الانتقال للجمهورية الجديدة، وده طبعا من خلال خلق بنية تحتية تكنولوجية لاحتواء هذا التطور من خلال شبكة انترنت قوية، وكمان وجود عدد من التعاونات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنجاح هذه المنظومة. هنتكلم برضو عن دور القطاع المصرفي والبنوك في دعم التحول الرقمي، وده هنتكلم بشكل يعني أكثر تركيزا على دور البنك المركزي لدعم الشمول المالي، وكمان دعم المنظومة الدفع الرقمي ويعني تيسيرها في جميع مؤسسات الحكومية، بالإضافة كمان اللي بيقوم به البنك المركزي من خلال مبادرات لتشجيع المواطنين لفتح حسابات بنكية والتعامل بكروت الدفع الائتمانية وكروت الدفع الإلكترونية. على جانب تاني، يعني في يعني محور آخر هنتكلم خلال اليوم النهاردة عن يعني دور الدولة في تطوير الخدمات أو خدمات الدفع الإلكتروني، وده طبعا من خلال تفعيل التطبيقات وكمان رفع الوعي بالنسبة للجمهور، وكمان دور المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية في الانتقال إلى مجتمع يعتمد بشكل أساسي على الدفع اللا نقدي. كمان هنتكلم عن في دعم رواد الأعمال وكمان تمويل المشروعات الصغيرة، وده ممكن يسهم بشكل كبير جدا لتحول المواطنين لدفع أو التحول الرقمي. آخر نقطة أو الجلسة الرابعة اللي هي قبل طبعا الجلسة الختامية، هنتكلم عن التحول أو المالية العامة والتحول الرقمي، وكمان ده بيتكلم بشكل أساسي على جزئيتين. الجزء الأساسي عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات في قطاع الجمارك، بالإضافة كمان لتفعيل وكمان تطوير المبادرة اللي قامت بيها وكمان المشروع الكبير اللي بيقوم بيه وزارة المالية اللي هو الفاتورة الإلكترونية، وكمان تعميمها بشكل كبير في جميع الشركات وجميع المحلات التجارية. ده بشكل أساسي اليوم هيكون موجود أو هيستمر على خلال يعني حتى ممكن نقول لغاية الساعة 5 الجلسات. ولكن الأهم والأبرز يعني اللي بدأ منذ قليل كان إعلان عن جائزة الأهرام. جائزة الأهرام دي هيتم تقديمها ل يعني محافظين البنوك المركزية في الإقليم بتاعنا، أو سواء
في الشرق الأوسط وكمان شمال إفريقيا، وده من خلال عدد من المعايير وعدد من النقاط هيتم مناقشتها ويتم الإعلان عنها خلال اليوم. نعم. احنا نقدر نقول ان هو ده اليوم بشكل مختصر يا هشام، وكمان احنا هنكون موجودين طبعا لمتابعه فعاليات اليوم وكمان حتى وصولا طبعا للاعلان عن التوصيات. انا بشكرك يا علي، شكرا جزيلا زميلنا علي عامر، طبعا كنت موجود معنا من مقر انعقاد فعاليات مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا الماليه، بشكرك الف شكر.